بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان ومحبي النادي الاهلي، اهلا ومرحبا بكم في المباراه الثانيه من البلاي اوف بيست اوف 3 في نهائي كاس مصر 22-23. يسعدني ان اكون معكم حمد السيد معلقا وواصفا لهذا اللقاء الذي نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يفوز به عشان نوصل للمباراه الفاصله يوم الخميس القادم ان شاء الله. امس اقيمت المباراه الاولى وانتهت بفوز النادي الزمالك 3-1، ان شاء الله النهارده النادي الاهلي يفوز ونلعب في المباراه النهائيه. البطوله رقم 38، من سيحصد اللقب؟ ان شاء الله هنشوف ونتابع مع حضراتكم. التقى الفريقين قبل كده 7 مباريات في هذا الموسم، فاز النادي الاهلي في 4 لقاءات وفاز نادي الزمالك في 3 لقاءات بما فيهم مباراه امس. حكام هذا اللقاء كابتن مشيره مفتاح حكم اول، كابتن محمد منير حكم ثاني، والمسجل مريهان محمد، ومساعد المسجل ساره مصعب عطله، واللوحه الالكترونيه هايا صلاح. اما الخطوط داليا كمال ومحمد نبيل وفرحه هاني فكري ويحيى عصام. ومراقبي المباراه للجنه التحكيم ولجنه المسابقات كابتن عصام انور وكابتن مجدي حافظ. نادي الاهلي على يسار الشاشه ونادي بالزي الاحمر المعتاد، ونادي الزمالك على يمين الشاشه بالزي الابيض بالخطين الحمر. واعتقد ان البدايه هتكون عند نادي الزمالك، ان شايف ميلكا المحترفه البرازيليه ماسكه الكوره عشان الارسال، وادي الكابتن مشيره مفتاح وكابتن حمد الصافي ونادى وليد من افضل الليبروهات اللي موجوده حاليا في مصر، وان شاء الله مستقبل لمنتخب مصر. على الجانب الاخر منتظرين بدايه اللقاء، مباراه صعبه مش سهله، بس النادي الاهلي معودنا ان شاء الله ان هو يفوز عشان يلعب المباراه الفاصله، مش سهل ان هو يخسر او يتخلف عن هذا، بلاش يتخلف عشان يعني مش ظريف، لكن يخسر او يعني الماتش ما يبقاش متاح ليه، لكن ان شاء الله النهارده الماتش متاح للنادي الاهلي باذن الله. وفي انتظار بدايه اللقاء بيظبط بس الحكام او اللي هم عمال الصاله الشريط اللي على الشبكه، شريط اللي هو في حجم الخط اللي موجود على الارض وفوق الخط مباشره. ادي دعاء الغباشي وادي ديانا رئيس بيشوفوا، او دعاء محمد وديانا رئيس، ودعاء الغباشي دخلت بتسلم اهي. وهنبتدي اللقاء على بركه الله. ملكة على الارسال لنادي الزمالك، بدايه ادي ملكة في الخلفيه معها الارسال، وشايف رقم 24 بدا هنا سند معد مكان دانا شوقي، مريم متولي، مايا ممدوح، وايسل ليبرو، ايسل هشام، وادي ديانا رايس. على الجانب الاخر نادي الاهلي نادى وليد طبعا، ودعاء الغباشي ودعاء محمد وديانا رايس، واعتقد هنشوف متابع حضراتكم مين اللي ينزل ارض الملعب. استقبال اعداد من دعاء محمد، تعدي كرة سهله لكن في دفاع من هنا سند، تاني كرة دعاء محمد ليه قويه حلوه لسه، وتيجي في ايد حائط الصد وتلمس العصا الهوائيه، واول نقطه للنادي الاهلي من البورتوريكيه كارينا اكاسي. مي غزال على الارسال للنادي الاهلي، اول نقطه في المباراه وفي الشوط الاول. مي غزال استقبال من ايسن لهنا، اعداد في مركز 3 لفريده، لكن تحاول عليها الحقيقه دعاء محمد وحاولت ايه الشاني تلحقها، ولكن في الاخير نقطه لنادي الزمالك 1-1، وتاخد فريده العسقلاني الارسال، فريده احمد العسقلاني لاعبه مركز 3 سنتر بلوك النادي الزمالك. استقبال دعاء محمد، ايه الشامي تعدي الكوره، ولكن كانت مستنياها داليا المرشدي وحاولت عليها ديانا رئيس، ولكن نزلت في ملعب نادي الاهلي، و2-1 لنادي الزمالك. لسه بدري قوي عشان نقول ان في تفوق او مفيش تفوق، النادي الاهلي قادر انه يعني يتعادل ويعدل النتيجه ويفوز ان شاء الله. فريد العسقلاني استقبال من دعاء الغباشي لدعاء محمد لديانا رئيس، يا ولد يا ولد، تسقط كره حلوه قوي من مركز 3
على جانب الشبكة في مركز أربعة، حاولت عليها لاعبة نادي الزمالك، ولكن في الأخير نقطة لنادي الأهلي، وآية الشامي على الإرسال لنادي الأهلي. 2-2. آية الشامي، آية حمد الشامي، استقبال من دعاء مريم متولي، لكن تعدي تاني ملعب النادي الأهلي. آية، دعاء محمد، إعداد في مركز أربعة لكارينا، ولكن كرة مزدوجة دبل على دعاء محمد. 3-2، والإرسال ينتقل للاعبة رقم 10 لنادي الزمالك مايا ممدوح. مايا بالجانب الأيسر من الملعب، إرسال موجه خارج الملعب، و 3-3. يعود الإرسال للنادي الأهلي. كارينا أكاسيو على الإرسال، اللاعبة البورتريكية المحترفة في صفوف النادي الأهلي رقم 22. ديانا رئيس طبعا أيضا من بورتريكو، اللاعبة رقم 5. كارينا، استقبال من مريم متولي، هنا سند إعداد، تطلع حلوة حلوة، تطلع اللاعبة رقم 5، اللاعبة ملكة البرازيلية، تحط الكورة من مركز 4 لمركز 5، تاخد بيها النقطة رقم 4. ادي الكورة مرة تانية اهي، تطلع تحط الكورة من فوق ايد حائط الصد في اخر الملعب. حاولت عليها ندى وليد الحقيقة، ولكن هارد لك يا ندى، مفيش مشكلة خالص. استقبال جيد من دعاء الغباشي، اعداد، تعديها سهلة ديانا رئيس، تطلع من داليا المرشدي، هنا سند لديانا رئيس، دعاء مرة تانية لديانا رئيس، وان نج كده حنجلة، لكن لسه الكورة تعدي وبرده حائط صد. نغير شوية بقى دعاء، ايوه كده برافو، تطلع تحطها حلوة، لكن لسه الكورة مع ايسن لهنا لداليا المرشدي، تلعبها على تاتش اوت في ايد ديانا رئيس، وخارج الملعب، و 5-3. يلا يا بنات ناخد الارسال. ديانا رئيس اتاخرت سنة صغيرة في حائط الصد، عشان كده جت في ايديها وخرجت. تاني كرة، دعاء الغباشي، دعاء محمد، آية الشامي، المنطقة الخلفية يا ولد، لأيسل، لهنا سند، لملكة، قوية للمرة الثانية، تاتش إن في إيد ديانا رئيس، وداخل ملعب النادي الأهلي. 6-3. حائط الصد مفتوح مشروخ، لازم نضم شوية على بعض. طبعا على طول كابتن حمدي الصافي بيطلب الوقت المستقطع الأول ليه في هذا الشوط. انتهى الوقت المستقطع بإشارة من طاولة التسجيل الكابتن محمد منير، اللي ادى اشارته لكابتن مشيرة مفتاح الحكم الاول. ومريم متولي على الارسال، مريم ايضا من الجانب الايسر، استقبال من كارينا لدعاء، تطلع دعاء الغباشي يا ولد، ولكن ايسر مستنياها. تاني كورة لمريم متولي، تعديها سهلة، و يعني الحقيقة في فجوة في منتصف ملعب النادي الأهلي، مفيش فوت وورك للاعبات، وقفوا اتسمروا في مكانهم، ولكن مفيش مشكلة خالص، لسه معانا وقت في الشوط، وإن شاء الله قادرين لاعبوا النادي الأهلي إن هم يكونوا قد المباراة والفوز بها بإذن الله. دعاء الغباشي، ويا ولد يا ولد يا دعاء، تطلع تحط كرة حلوة من مركز 4 في مركز 6 من جنب ايد حائط الصد، تاخد بيها النقطه رقم 4، وتاخد ديانا رئيس الارسال لنادي الاهلي. ديانا ديانا رئيس على الارسال، واو يا ولد، نقطه واسم مباشر من الارسال على ايسل هشام، اللي ما عملتش فوت ورك على كوره، وفي الاخير تنزل قدامها وتاخد او ياخد النادي الاهلي نقطه رقم 5 و 5-7. ديانا رئيس، ارسال جيد مره ثانيه، استقبال من مريم متولي، هنا هشام، وقويه من ملكه، ولكن برافو دعاء الغباشي، وتطلع يا ولد يا ولد، تطلع على طول كارينا تحطها، ولكن
في كرة مزدوجة من الكرة الثانية، ونقطة رقم 6 للنادي الأهلي. 6-7. هذه الكرة هنا هشام، كرة مزدوجة في رفع الكرة لملكة، ونقطة لصالح النادي الأهلي، وما زالت ديانا رايس على الإرسال للنادي الأهلي. إرسال استقبال من آيس لنديم مش مظبوط لمريم متولي، ملكة في مركز 4 تسقطها، لكن برافو مي غزال. تاني دعاء محمد ليك كارينا، تطلع تاني لهنا هشام وتسقطها داليا المرشدي، ولا داليا المرشدي فعلا، وكره من دعاء الغباشي تطش في ايد حائط الصد، لكن تطلعها مايا ممدوح وتطلع قويه حلوه، ولكن حائط صد جيد من مي غزال. مره ثانيه ملكة ايد حائط الصد وخارج الملعب، و8 6. حلو حلو كده، نلعب يا اولاد، نلعب يا بنات. داليا المرشدي ارسال لنادي الزمالك، استقبال جيد من النادي الاهلي، وحلوه حلوه من دعاء الغباشي يا ولد، تسقط كوره خلف حائط الصد برؤيه كويسه جدا للملعب، ورؤيه شامله لارض الملعب، تحط كوره حلوه تاخد بيها النقطه رقم 7 و7 8 من فوق ايد حائط الصد في مركز 3. ونفس الكلام ان هم ما اتحركوش، ما عملوش فوت وورك، ودعاء محمد على الارسال للنادي الاهلي. يلا دعاء، ارسال جيد، استقبال من مريم، فريده، اعداد لملكه في مركز 4 قويه، برافو برافو الليبرو نادي الاهلي، اللاعبه رقم 8 لصالح النادي الاهلي، 8-8. دعاء محمد، كره كانت جيده من ندى وليد اللي فاتت، دعاء محمد ارسال، استقبال من مريم لهنا هشام، فريده تحطها تلف ريست ايديها كده، حاولت عليها ديانا كارينا اكاسي، ولكن في الاخير تاتش اوت، ونقطه لصالح نادي الزمالك، وياخد او تاخد الارسال هنا هشام معد فريق نادي الزمالك. هنا استقبال جيد من كارينا، تطلع تحطها دعاء الغباشي، لكن برافو كارينا حاولت عليها، ولكن تاتش اوت، ونقطه لصالح نادي الزمالك. 10-8. يلا يا بنات، 10-8، اتعملت حلوه قوي من دعاء محمد، ولكن حائط الصد كان منتظر لكره دعاء محمد، دعاء الغباشي، وفي الاخير هنا هشام على الارسال، او هنا سند. تاني استقبال من ندى وليد لدعاء محمد، وقويه حلوه من اللاعبه آية الشامي، مره ثانيه ايسن تعديها سهله، دعاء الغباشي، دعاء محمد، وتطلع تحطها حلوه حلوه حلوه، آية الشامي تلف ريست ايديها على الخط، تنزل على الخط مباشره من مركز 4 لمركز 1 ستريت لاين، ونقطه لصالح نادي الاهلي، 9-10. يعود الارسال لدعاء الغباشي، استقبال من فريده، اعداد من هنا سند، ولكن كره مزدوجه او محموله، ولا كره مزدوجه على هنا سند للمره الثانيه، والتعادل 10-10. دعاء الغباشي على الارسال للنادي الاهلي، دعاء الغباشي من يعني لاعبات منتخب مصر كمان للكره الشاطئيه. ثاني كره هنا سند، كارينا او ملكة تطلع تحطها في ايد حائط الصد، كره حلوه من مي غزال، تاتش ان داخل ملعب نادي الزمالك، ويتقدم النادي الاهلي 11-10. واعتقد لسه الكره في الملعب، احمد فتحي مش هيطلب وقت مستقطع دلوقتي الا بعد الكره اللي جايه، الكره اللي جايه اذا كانت للنادي الاهلي ان شاء الله هيطلب وقت مستقطع، هنشوف ونتابع. دعاء الغباشي، استقبال من مريم متولي، هنا سند، فريده تحطها لكن تطلعها مع دعاء محمد لدعاء الغباشي، تترفع للاعبه كارينا اكاسيو مره ثانيه، وتطلع تحطها قويه، وبرافو برافو ندى وليد، ولكن الكره لمست الارض، والتعادل 11-11. كره قويه من مايا ممدوح، حاولت عليها ندى وليد، الحقيقه من افضل الليبروهات اللي موجوده في مصر حاليا ندى وليد.
الكره لمست الارض قبل ما تلمس ندى وليد. ارسال لنادي الزمالك، استقبال جيد، دعاء محمد، اعداد خلفي ليه ايه الشامي، لكن الكره مش مظبوطه لايه الشامي، تاني الكره سند وتطلع الكره تطش في حائط الصد، دعاء محمد كارينا وتحطها ولكن خارج الملعب، وفي لمس لحائط الصد ونقطه لصالح النادي الاهلي 12-11. ادي الكره دعاء الغباشي استقبلتها لدعاء محمد لكارينا اكاسيو، تطلع تحطها تلمس حائط الصد تخرج خارج الملعب ونقطه لصالح النادي الاهلي، ومي غزال على الارسال للنادي الاهلي. في الشبكه هارد لك 12-12، هارد لك يا مي مفيش مشكله. فريد العسقلاني ارسال مي محمود غزال، مفيش اي مشاكل، وادي طبعا شروق بنتكلم معاها بتهديها مفيش اي مشكله. فريد العسقلاني استقبال من دعاء الغباشي لدعاء محمد لآية الشامي في مركز اثنين، يا ولد يا ولد يا آية، ولكن كرة مزدوجة على دعاء محمد ونقطة لصالح نادي الزمالك 13-12. عملتها حلوة آية قوي، ولكن من قبلها كانت الكرة الثانية مزدوجة دبل على دعاء محمد. فريد العسقلاني استقبال مش مظبوط، ترجع لنادي الزمالك، تاني كرة هنا لمريم متولي، برافو ندى وليد، استقبال جيد، دعاء محمد، كارينا اكاسيو قوية في حائط الصد تطلعها فريدة، مرة تانية ترجع لي ملكة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ديانا، عملت حائط صد هي وكارينا اكاسيو على الشبكة، تيجي في ايد ديانا وتنزل داخل ملعب نادي الزمالك و13 13. دعاء محمد ولا آية الشامي على الإرسال؟ آية جيد من آية سلة حياتها الحقيقة، مريم متولي تطش في حائط الصد، تاني كارينا، دعاء محمد لكارينا مرة تانية في مركز أربعة وتسقطها، ولكن هنا سند مستنياها لايسل، ترفعها لملكة في ايد حائط الصد من مركز ستة من المنطقة الخلفية، المرة دي تيجي في ايد اعتقد ديانا وتخرج خارج الملعب ونقطة لصالح نادي الزمالك 14-13. مايا ممدوح ارسال لنادي الزمالك، استقبال من كارينا لدعاء لمي غزال من المنطقه الخلفيه، تاني كره مع نادي الزمالك، ايسل وقويه من مريم متولي وما تعديش في الشبكه، والنقطه رقم 14 للنادي الاهلي. تعادل 14-14. ارسال مع كارينا اكاسيو للنادي الاهلي، كارينا ارسال خارج الملعب يا كارينا، نركز شويه يا بنات مفيش مشكله، خلاص 15 الزمالك 14 الاهلي، مريم متولي على الارسال لنادي الزمالك، مريم ارسال استقبال من ندى وليد لدعاء محمد، تطلع يا ولد يا ولد يا ديانا، عملت كره حلوه قوي، دعاء محمد قلبت الملعب باك مرفوعه باك في مركز اثنين لديانا رايس اللي طلعت بوان ليج كده او بحنجله تحط الكوره من مركز اثنين بين مركز واحد ومركز اثنين المقابل، تاخد بيه النقطه رقم 15 وتاخد الارسال ديانا رايس. ديانا ارسال للنادي الاهلي، استقبال مش مظبوط من ايسل ونقطه مباشره وايس من الارسال لديانا رايس ونقطه لصالح النادي الاهلي 16-15. كره جت لمست حد العلوي للشبكه فكانت ايسل ظابطه نفسها على الكوره من البدايه، لكن لما لمست الحد العلوي خبطت فيه وجت في وشها، ونقطه لصالح نادي الاهلي. ديانا ارسال استقبال من مريم متولي، هنا سند داليا المرشدي تعديها سهله لكن ترجع تاني لنادي الزمالك، هنا ملكة قويه، ملكة مستنياها ديانا رايس، برافو لكارينا، ولكن كره مزدوجه على كارينا 16-16. وتغيير لنادي الزمالك،
سمين حسن عابد كانت على الارسال لنادي الزمالك، تاني كرة دوار غباشي يا ولد قوية وفي ايد سمين وخارج الملعب، ونقطة لصالح النادي الاهلي 17-16. برافو دعاء. ادي كرة دعاء الغباشي حلوة من جنب يد حائط الصد، ما لحقتهاش سمين حسن وتخرج خارج الملعب. تاتش اوت. دعاء محمد على الارسال للنادي الاهلي. ارسال جيد، استقبال من مريم. هنا سند اعداد لميلكا في مركز اربعه، لكن تعدي الكره سهله لدعاء الغباشي، تقلبها حلوه قوي قوي لايه الشامي، لكن سابين مستنياها مره ثانيه ومريم تولي وخارج الملعب، و18 النادي الاهلي 16 نادي الزمالك. لفة كريستي دي زيادة عن اللزوم بقوة زيادة، مريم متولي اللي لعبت من المنطقة الخلفية من مركز ستة عايز تحطها في مركز واحد ولكن خارج الملعب، و18 الأهلي 16 الزمالك. وقت مستقطع للكابتن أحمد فتحي، هنشوف تعليماته للاعبات وتنفيذها على أرض الملعب بعد هذا الوقت المستقطع. انتهى الوقت المستقطع، ارسال مع النادي الاهلي 18-16. دعاء محمد على الارسال، معد فريق النادي الاهلي رقم 20. دعاء ارسال، استقبال من ميلكا. هنا سند سريع الفريدة تحطها، لكن برافو تاني دعاء الغباشي، تاني فريدة ميلكا قوية من ميلكا في حائط الصد، وبرافو برافو دعاء محمد تلحق الكورة وتطلع دعاء الغباشي تلعبها، واستقبال جيد من مايا ممدوح، وتاني كورة لداليا المرشدي أو لفريدة ترجع تاني لنادي الزمالك. فريدة هنا لميلكا في مركز أربعة قوية في حائط الصد وتطلع دعاء وتشوطها، برافو يا دعاء، ولكن كانت تتلعب ثلاث لعبات افضل. ندى وليد، ايه الشامي تحط كره حلوه حلوه، ايه تاخد الكره كده هديه على الشبكه وتلتوشها من مركز ثلاثه لمركز واحد، حاولت عليها مريم تولي ولكن تاتش اوت، و19 الاهلي 16 نادي الزمالك. يلا يا بنات ماشي ماشي. كرة حقيقة ندى وليد عملت فيها مجهود رائع، لكن شوف آية عملت ايه، لفت ريست ايديها كامل وفريدة تحط الكورة تطلعها دعاء محمد ليه اكي كارينا، تطلع دعاء الغباشي تعديها مرة تانية هنا وقوية من فريدة، ولكن دفاع جيد من ندى وليد، مرة تانية دعاء محمد وكرة مزدوجة على دعاء محمد دبل، ونقطة لصالح نادي الزمالك 17-19. مفيش مشكلة، نرجع ناخد الإرسال تاني. سند على الارسال معد فريق نادي الزمالك، 17 الزمالك 19 الاهلي في الشوط الاول حتى الان. في الشبكه وما تعديش من هنا و20 17 عفوا 20-17. دعاء الغباشي، وادي ميلكا محترف البرازيليه في صفوف نادي الزمالك. ارسال من دعاء جوه الملعب، واسم الارسال وتقدير خاطئ من مريم متولي، والنقطه رقم 21 للنادي الاهلي 21-17، ليتسع الفارق الى اربع نقاط عن فريق الزمالك، وباقي اربع نقاط للفوز بهذا الشوط للنادي الاهلي ان شاء الله. دعاء الغباشي ارسال ونقطه ثانيه، واسم من الارسال دخلوا على بعض ميلكا و سابين او اللاعبه معد الفريق ايسل، وتنزل في داخل ملعب نادي الزمالك و22 17. لكن ميلكا بعيد عنها الحقيقه، وفي الاخير نقطه لنادي الاهلي. ادي دعاء الغباشي، ووقت المستقطع الثاني للكابتن احمد فتحي في هذا الشوط.
انتهى الوقت المستقطع. دعاء الغباشي على الارسال للنادي الاهلي و22 17 ادي ايسل هشام او ايسل نديم. دعاء الغباشي ارسال لمريم متولي لهنا لفريده وتلعبها لكن نادى وليد في الانتظار. دعاء محمد كارينا وحائط صد من فريده وملكة. تنزل الكوره تاتش نادي الاهلي وما تلحقهاش. هنشوف مين اللي ما لحقش الكوره واعتقد نادى وليد. وفي الاخير نقطه لصالح نادي الزمالك 18 22. يلا بنات ناخد ارسال مره ثانيه. ملكة ارسال استقبال من ندى وليد لدعاء محمد لايه الشاميه. ولد يا ولد ولكن خارج الملعب يا ايه. هارد لك لفت ريست ايديها زياده شويه. وفي الاخير نقطه ثانيه لنادي الاهلي نادي الزمالك عفوا. والنتيجه 19 22. لسه يا جماعه لسه قدامنا ثلاث ست فرص او ثلاث فرص. وقت مستقطع للكابتن حمدي الصافي الثاني والاخير. طبعا عايز بيكلم دعاء محمد عايز يخلص الشوط الراجل ويطمن في البدايه. هنشوف ونتابع مع حضراتكم ايه التعليمات التي ستنفذ على ارض الملعب. ارسال مع نادي الزمالك مع هنا او مع ميلكا المحترفه البرازيليه. شايف دانا شوقي نزلت مكان هنا سند. استقبال من كارينا. دعاء لكارينا مره ثانيه تحط كره حلوه 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 كره قويه من مركز اربعه تلف ريست ايديها تيجي في اعتقد اللاعبه دانا ولا مين. هنشوف جت في مين. جت في هنا سند ونقطه لصالح النادي الاهلي 23 19. مي غزال يلا يا مي نركز في الارسال يا مي نطمن بس ونعديه. مي غزال ارسال ولكن في رونج بوزيشن في ملعب النادي الاهلي. ترتيب خاطئ لارض الملعب شاورت عليه كابتن مشيره الحكم الاول. و20 23 فريد العسقلاني على الارسال. خطا ساذج يعني بس مفيش مشكله عادي بتحصل كتير. فريده ارسال لنادي الزمالك. استقبال من دعاء الغباشي لدعاء محمد لكارينا اكاسيو قويه في حائط الصد وتاتش ان. 21 23 يلا يا بنات يلا يا بنات نركز شويه في الملعب نقطتين بس اللي فاضلين. فريد العسقلاني ارسال لنادي الزمالك. استقبال من دعاء محمد من دعاء الغباشي. شروق اللي نزلت وتتلعب حلوه لكن تطلعها مريم متولي مره ثانيه لهنا لمريم متولي قويه في حائط الصد وكره مزدوجه على هنا سند ونقطه لصالح النادي الاهلي 24 21 نقطه الاطمئنان ان شاء الله للشوط الاول. جيم بوينت نقطه الشوط لصالح النادي الاهلي. ايه خالد اللي نزلت
حصل شروق عمل في كوره وخرجت ونزلت مكانها تاني دعاء محمد. هيا خالد على الارسال لعبه سنتر بلوك نادي الاهلي. استقبال من مريم لهنا وتعديها داليا المرشدي كده يعني بنسبه حظ شويه ونقطه و22 24 وما زلنا جيم بوينت لصالح النادي الاهلي. ومايا ممدوح على الارسال لصالح نادي الاهلي لصالح نادي الزمالك. مايا ممدوح يلا يا جماعه ضرب ساحق واحد نكسب بيه الشوط. اهم حاجه الكره الاولى الفيرست بول بتاع النادي الاهلي لو اتظبط هيتظبط الدنيا كلها. برافو دعاء الغباشي كره مظبوطه وتطلع يا ولد يا ولد يا ولد. ديانا رايس تخلص الكره في ايد ايسل محمد نديم لينهي النادي الاهلي الشوط الاول لصالحه بنتيجه 25-22. مشاهدينا الكرام في انتظار بدايه الشوط الثاني ان شاء الله ويكون ايضا لصالح النادي الاهلي لا تذهبوا بعيدا انتظرونا. مشاهدينا الكرام مرة أخرى في بداية الشوط الثاني من المباراة الثانية في البيست أوف 3 في كأس مصر 2022-2023 للسيدات. المباراة الأولى أو الشوط الأول انتهى لصالح النادي الأهلي 25-20. في انتظار بداية الشوط الثاني الشوط الأول زي ما قلت لحضراتكم 25-22 كابتن محمد منير منتظر بيشوف ترتيب دوران الفرقتين عشان يبدا اشارته او يدي اشارته للكابتن مشيره مفتاح لبدايه الشوط الثاني. وادي شايفين الحماسه للنادي الاهلي لاعبات النادي الاهلي ان شاء الله يستمروا على هذا يعني وهذا المنوال وهذه الطريقه لينهوا الشوط الثاني لصالحهم ويكون ليهم الافضليه ان شاء الله للفوز بهذا اللقاء. بطولة رقم 38 لكأس مصر. وادي بدلاء النادي الأهلي. الرسالة هيكون مع النادي الأهلي في بداية الشوط الثاني. هذه آية الشامي ومعاها كارينا ودعاء الغباشي على الإرسال للنادي الأهلي على بركة الله. دعاء إرسال استقبال من مريم متولي. هنا سند لمريم مرة ثانية في مركز أربعة قوية وتلحقها ندى وليد. برافو يا ندى لآية الشامي. كارينا هتعديها سهلة. تاني كورة مايا ممدوح. هنا سند وتطلع مريم متولي ولكن في الانتظار ندى وليد. دي تطلع كارينا تسقط الكورة تلحقها هنا سند لمريم متولي هتعديها سهلة. ملكة آية دعاء محمد لآية مرة تانية في مركز اثنين ويا ولد يا آية ولكن برافو هنا. تاني كرة مع النادي الأهلي دعاء الغباشي دعاء محمد وقوية من مي غزال ولكن تطلع تاني لنادي الزمالك. ملكة في إتحاط الصد آية الشامي دعاء محمد في مركز أربعة لكارينا. يا ولد يا كارينا يا ولد يا كارينا تلف الكرة كده بدون قوة بكرة يعني بعقلانية شديدة تحطها داخل الملعب ما تلحقهاش ملكة والنقطة الأولى لصالح النادي الأهلي. دعاء الغباشي ما زالت على الإرسال للنادي الأهلي. استقبال من آيسل هنا ملكة تعديها سهلة هجوم مضاد سريع ندى وليد دعاء محمد يا ولد يا ولد يا ولد يا مي. دعاء حلو قوي الفيرست بول من ندى وليد لدعاء محمد وتلعبها سريعه في مركز ثلاثه لمي غزال اللي تطلع تحط الكوره من بين ايد حائط الصد في مركز خمسه ما تلحقهاش ملكه واثنين لا شيء لصالح النادي الاهلي. دعاء الغباشي استقبال من مريم متولي لهنا سند سريعه تعديها داليا المرشدي لكن منتظراها داليا او
دعاء الغباشي تاني كرة مع النادي الأهلي، ندى وليد مرة تانية، دعاء محمد لمي غزال، لكن تاتش في المرة دي تطلعها ملكة وتطلع تحطها قوية، مايا ممدوح من مركز اثنين تيجي في ايد آية الشامي وترجع تاني لملعب نادي الزمالك، تخرج خارج الملعب والنقطة الأولى لصالح نادي الزمالك. داليا المرشدي على الإرسال لنادي الزمالك. داليا استقبال من ندى وليد، اعداد من دعاء محمد وتطلع تحطها قوية كارينا اكاسيو في ايد مي ممدوح او مايا ممدوح وتخرج تاتش اوت ونقطة لصالح النادي الاهلي 3-1. وادي الكابتن حمدي الصافي بيواجه دعاء محمد بيقول لها يعني نظبط الكورة شوية على الشبكة لكارينا اكاسيو. ارسال للنادي الاهلي. مي غزال تلعب بالجانب الايسر، مي خارج الملعب، هارد لك يا مي، هارد لك 2-3. ارسال لمايا ممدوح لاعيبه نادي الزمالك رقم 10. مايا ضربه مركز 2، استقبال من دعاء الغباشي لدعاء محمد، سريع عليه كاري لديانا، تعدي الكوره مريم متولي تطلع تشوطها من جنب ايد ديانا رايس اللي فتحت الزاويه شويه، والتعادل 3-3. مايا ممدوح وادي دعاء محمد بيتكلم مع ديانا رايس عشان تقفل الزاويه. مايا ممدوح ارسال لنادي الزمالك في الشبكه من مايا، 4 أهلي 3 الزمالك، وتاخد آية الشامي الإرسال للنادي الأهلي وتغيير لنادي الزمالك. خرجت مايا ممدوح ونزلت هنا الحسن محمد اللاعبة رقم 19. استقبال من كريمين ملكة فريدة وخارج الملعب، خارج الملعب فعلا أنا شايفها خارج الملعب، ونقطة لصالح النادي الأهلي و5-3. لسه هنشوف القرار مع الكابتن مشيرة في، أنا شايف الكرة خارج الملعب. فريدة بتتكلم مع كابتن مشيرة وبتستدعي مراقبي الخطوط، هنشوفها مرة تانية. ادي كرة تحط الكرة فريدة خارج الملعب، احنا شايفينها خارج ولكن ممكن تكون لمست سن الخط، بس ما اعتقدش. هنشوف القرار هيكون ايه. حسبت كرة لنادي الزمالك لمست الخط زي ما قلت لحضراتكم، مفيش مشكله. كابتن حمدي بيقول لهم مفيش مشكله، والتعادل 4-4. مريم متولي على الارسال لنادي الزمالك، استقبال مش مظبوط من كارينا، تطلع تاني كارينا تحط الكوره في ملعب نادي الزمالك لهنا سند، وتلعب الكوره خارج الملعب ما تلحقهاش طبعا ملكه، ويتقدم النادي الاهلي 5-4. ويعود الارسال مره اخرى للنادي الاهلي لكارينا اكاسيو. كارينا للنادي الاهلي ارسال، استقبال من واستقبال جيد من ندى وليد لدعاء محمد يا ولد يا دعاء يا غباشي، كره قويه من مركز 4 لمركز 4 المقابل تيجي في ايد، ادي الكره مره ثانيه اهي جت في ايد مين؟ ايسل محمد نديم وتخرج خارج الملعب. برافو ندى وليد الكره اللي فاتت دي، وادي دعاء محمد لدعاء الغباشي من جنب ايد فريده حلوه قوي تيجي في ايد ايسل محمد نديم وتخرج خارج الملعب، و6 الأهلي 4 الزمالك. استقبال مره ثانيه لنادي الزمالك والتعبها حلوه، لكن برافو مستنيها ندى وليد مره ثانيه ودعاء الغباشي المره الثانيه، ولكن المره دي فريده قفلت لها الزاويه
كان المفروض من دعاء الجباش انها تلف رست ايديها على الخط، ولكن يعني نقطه في الاخير لصالح نادي الزمالك. ادي الكره مره ثانيه اهي، وفريده العسقلاني عن ارسال 5-6. استقبال من ندى وليد لدعاء محمد، يا ولد يا ولد يا ولد، تطلع من الكره الثانيه تعمل فنت على الشبكه وخداع، تحط الكره وتسقطها داخل ملعب نادي الزمالك في سنتر نادي الزمالك مركز 6، تاخد بيها النقطه رقم 7 النادي الاهلي ودعاء محمد. ديانا رايس على الارسال، استقبال من ايسن لهنا لفريده او لدعاء المرشدي، داليا المرشدي، تاتش اوت، تخرج خارج الملعب ونقطه لصالح نادي الزمالك. 6-7، وهنا سند على الارسال معده فريق نادي الزمالك. هنا استقبال جيد من كارينا، وادي دعاء الغباشي قويه تطلعها مره ثانيه مايا ممدوح وتطلع تحطها، ولكن في كره مزدوجه دبل على معد الفريق هنا سند، ونقطه لصالح النادي الاهلي 8-6. ودعاء محمد على الارسال للنادي الاهلي، دعاء محمد استقبال من مريم متولي لهنا سند، اعداد خلفي حلوه ولكن في الانتظار وخارج الملعب، خارج، انا شايفها خارج الملعب من نادي من ميلكا. هنشوف مره ثانيه في الاعاده اذا اتعادت، وفي الاخير خلاص كابتن حمدي يقول لهم مفيش مشكله ونقطه لنادي الزمالك 7-8. ادي كرة مره ثانيه، لا مش دي اللي قبليها، طلعها ندى وليد او اللي بعديها بمعنى صح، تطلع اي كرة ما شفناهاش، ولكن انا من هنا شايفها خارج الملعب. وملك على الارسال، ندى وليد، دعاء محمد، اعداد خلفي لدعاء الغباشي في حائط الصد مره ثانيه نادي الزمالك، هنا مريم متولي وحائط صد جيد طلعها ملكه، ثاني كوره هتعدي سهله للنادي الاهلي، يلا يا بنات نخلص الكوره، كوره سريعه وحلوه حلوه حلوه من مي غزال، استقبلت الكوره لدعاء محمد وخدتها مره ثانيه وتطلع تسقطها من جنب ايد حائط الصد من مركز 3 زي ما حضراتكم شايفين، من جنب ايد داليا المرشدي، وما طلعتش معاها مريم متولي، ونقطه لصالح نادي الاهلي 9-7. دعاء الغباشي ارسال، استقبال من مريم متولي لهنا سند لفريده تعديها او داليا المرشدي، مره ثانيه دعاء محمد في المنطقه الخلفيه لداليا لدعاء الغباشي، ولكن حائط صد، لسه الكوره، لسه تاني كوره، واو صعب قوي يا دعاء، الكوره دي عايزه تضمنها وتسقطها تحت الشبكه، ولكن بتعتذر وتمانية تسعة مفيش مشكلة، وارد جدا الخطأ ولكن مفيش مشكلة. إرسال لنادي الزمالك، داليا المرشدي، ندى وليد استقبال، دعاء محمد، كارينا في حائط الصد وجوه الملعب، والتعادل 9-9. الكرة بتيجي لكارينا، يعني عايزاها ورا شوية مش قدام كده. داليا المرشدي، استقبال من كارينا لدعاء، اعداد خلفي وخارج الملعب، خارج الملعب من آية الشامي. يتقدم نادي الزمالك 10-9. شوط صعب قوي، الشوط ده هيفرق مع النادي الاهلي ان شاء الله اذا فاز بيه. وقت مستقطع للكابتن حمدي الصافي طبعا. الكابتن حمدي الصافي وجهازه. ياسر صلاح المدرب العام، واحمد عبد الفتاح مدرب، ايهاب عبد المنعم اللي هو ايهاب عبد المنعم مدير اداري، دكتور هدير وحيد طبيب، دكتوره منه الله عادل علاج طبيعي، دكتوره رانيا عبد العزيز مخطط احمال، شريهان سامح محلل تقني، وليد عصمت اداري.
اما نادي الزمالك كابتن احمد فتحي مدير فني، اكرامي هيكل مدرب عام، محمد انور مدرب مساعد، هبه محمد اداري، شادي فهيم محلل تقني، دكتوره سميه ناجح علاج طبيعي، ودكتور بلال وتوت معد بدني. 10 الزمالك 11 او 10 الزمالك 9 النادي الاهلي. دانيال مرشدي على الارسال، ندى وليد، دعاء محمد، اعداد خلف الايه الشامي، في ايد حائط الصد بتطلعها مريم متولي، فريده لمريم مره ثانيه في مركز اثنين، قويه وبرافو ندى وليد، حاولت عليها ولكن تيجي في ايديها وتخرج خارج ملعب نادي الزمالك، و11 الزمالك 9 الاهلي. داليا مرشدي ارسال لنادي الزمالك، استقبال من كارينا مش مظبوط، وحاولت تطلع دعاء لكن مره ثانيه ندى وليد، ايه الشامي في مركز اثنين من مايا، من دعاء محمد، هنا سند لفريده تطلع تحطها من بين ايد حائط الصد، تيجي في ايه الشامي وتخرج خارج الملعب، و12 9. دانيال مرشدي ما زالت على الارسال لنادي الزمالك، وشايف شروق نزلت مكان دعاء محمد، استقبال من ندى وليد لشروق، اعداد خلفي لايه، ايه تطلع تحطها، ملكة بتطلعها، هنا سند لملكة في المنطقه الخلفيه، هتعديها سهله، ندى وليد، شروق، اعداد في المنطقه الخلفيه، يا ولد يا ولد يا ولد يا دعاء يا غباشي، ادي الكوره ولا بلاش، تطلع تحط كره حلوه قوي من المنطقه الخلفيه دعاء الغباشي، ادي الكوره مره ثانيه من بين ايد حائط الصد في مركز واحد ما تطلعهاش، هنا سند، والنقطة رقم 10 للنادي الأهلي. 10 12 مي غزال على الإرسال، ركزي يا مي في الإرسال شوية، مي إرسال جيد، استقبال من ملكة مش مظبوط، هنا فريدة تعديها سهلة، استقبال من دعاء الغباشي لشروق تعديها آية الشامي سهلة، أيسل هنا مرة ثانية لمريم متولي قوية وبرافو مي غزال، تاني كرة دعاء المرشدي او دعاء الغباشي، تاني كرة نادي الاهلي، كارينا شروق لكارينا مرة تانية قوية، يا ولد يا ولد يا كارينا، الله عليك يا كارينا، حلوة يا بنت، تاتش اوت في ايد حائط الصد من مركز اربعة، والنتيجة 11 الاهلي 12 نادي الزمالك. عملت حلوة قوي تاتش اوت في ايد اللعيبة رقم 19 اللي نزلت لنادي الزمالك، هنا الحسن لعبة مركز اثنين، مي غزال، استقبال من مريم متولي لهنا لمريم مرة ثانية في مركز أربعة قوية، ولكن تيجي في إيد مي غزال وتخرج خارج الملعب، الكرة اتلعبت عكس اتجاه جسمها، وفي الأخير نقطة لصالح نادي الزمالك. 13 11 هنا الحسن على الإرسال، استقبال من كارينا شروق لآية في مركز اثنين، يا ولد يا آية، لكن ترجع تاني ملعب النادي الأهلي من أيسل، دعاء تطلع ندى وليد وتطلع دعاء الغباشي من المنطقة الخلفية، ولكن المرة دي في الشبكة يا دعاء، هارد لك، و14 11. يلا يا بنات يلا يا بنات، في إيدينا ناخد الشوط، ده اللي حصل في الشوط الاول وفزنا بيه، ان شاء الله نفوز بالشوط الثاني. هنا الحسن، استقبال من دعاء الغباشي، اعداد من شروق لكارينا، وتطلع كارينا لكن تطلعها ملكة ليه، حائط صد جيد مره ثانيه مع نادي الزمالك، ملكة من المنطقه الخلفيه وحائط صد مره ثانيه، تتلعب الكوره وسريعه تعديها من فوق فريده، لكن لسه الكوره في ملعب النادي الاهلي، تعدي ملعب نادي الزمالك لفريده مره ثانيه، وتطلع فريده تحطها قويه ولكن تطلعها شروق، وتاني فريده لسه الكوره مع نادي الزمالك، تتلعب لمريم متولي، تطلع من دعاء الغباشي لشروق لكارينا، وكره دبل على دعاء شروق، ونقطه لصالح نادي الزمالك 15 11.
حسن ما زالت على الارسال، تاخذ توجيهاتها من كابتن احمد فتحي لتوجيه الارسال. هنا استقبال من كارينا لشرو لكارينا مره ثانيه قويه، تاتش اوت في ايد هنا سند، ونقطه لصالح النادي الاهلي 12 14 او 12 15. قويه في ايد فريده وخارج الملعب تاتش اوت، والارسال يعود للنادي الاهلي. آية الشامي يلا يا آية، استقبال من الزمالك. هنا مريم متولي تلف ريست ايديها من جنب ايد اللاعبه ديانا رايس، تنزل في ملعب نادي الزمالك نادي الاهلي عفوا، ونقطه لصالح نادي الزمالك. ما اعرفش في اعتراض على ايه من جانب النادي الزمالك. 16 12 في كلام من قبل اللعبه اصلا. هنشوف ايه القرار. في الاخير نقطه لنادي الزمالك 16 12، ومريم متولي على الارسال. استقبال من آية لمريم أو لدعاء محمد لديان لكارينا أكاسيو، تحط الكرة من مركز 4 لمركز 5 ما تلحقهاش أيسل، ونقطة لصالح النادي الأهلي 13 16. وكارينا أعتقد هتبقى على الإرسال لنادي الأهلي. كارينا أكاسيو كروس آية الشامي، استقبال من مريم متولي لهنا، تتعمل في مركز 2 لفريده لكن تعدي تاني ندى وليد. دعاء الغباشي مره تانيه لنادي الزمالك، ملكه تعدي الكره سهله ديانا رئيس، دعاء محمد لديانا مره تانيه تلعب الكره ولكن يعني كانت بعيده عنها شويه، فريده تسقط الكره تطلعها داليا او دعاء الغباشي مره تانيه هنا لفريده، وتطلع فريده الله عليك يا ندى تاني الكوره، يطلع دعاء الغباشي. يا ولد يا ولد يا ولد، الكوره دي تحسب لندى وليد يا جماعه، كوره حلوه قوي قوي اتعملت الحقيقه ندى، يعني رب ما شاء الله ربنا يحميك يا بنتي والله. تطلع الكوره لدعاء محمد، تطلع ترفعها لدعاء الغباشي بحائط صد فردي من فريده، تلعب الكوره من جنب حائط الصد او من جنب ايديها داخل الملعب. سلامات ان شاء الله لندى وليد ولا لديانا. شوف ده ندى ماسكه كوعها، لكن ان شاء الله خير مفيش اي مشكله. و14 16 نقطه في الاخير للنادي الاهلي، نقطه جميله لنادى وليد. و ده كارينا اكاسيو ارسال كارينا، ارسال لكارينا، استقبال من ايسل لهنا لميلكا في مركز 4 قويه وحاولت عليها نادى وليد هارد لك، ونقطه رقم 17 لنادي الزمالك. فريده العسقلاني على الارسال، استقبال من ايه ولا من داليا من دعاء، تطلع اللعيبه ديانا لكن تاني مع نادي الزمالك للنادي الاهلي. كارينا بتتعمل لدعاء الغباشي في مركز 4. يا ولد يا ولد يا دعاء، الله عليك يا على المزاج، تطلع تحط كرة حلوة قوي ليس كده جنب حائط الصد في مركز 3 تحت الشبكة على طول، ما يلحقوهاش لاعبي نادي الزمالك، ونقطة لصالح النادي الأهلي 15 17. آية خالد اللي نزلت على الإرسال.
استقبال من مريم متولي لهنا لميركا في مركز اربعه قويه، لكن مستنياها ايه الشامي لدعاء الغباشي تعديها سهله. كارينا تاني كره الملكة تسقطها وتلحقها ايه الشامي، برافو يا ايه، هتعدي سهله من دعاء محمد لهنا ترفعها على طول على طول في مركز اثنين من الكره الثانيه، تطلع تشوطها ملكة قويه داخل الملعب تاخد بيها النقطه رقم 18 و 18 15. هنا سند على الارسال لنادي الزمالك معد الفريق. استقبال من دعاء الغباشي لكارينا، تيجي في الحاله الصد مريم متولي ترفعها مش مظبوطه تطلع يا ولد، لكن لسه الكوره في ملعب نادي الزمالك مره ثانيه وتحطها حلوه حلوه الحقيقه. هنا الحسن تلطش الكوره كده تيجي او داليا المرشدي تيجي في حائط الصد وتنزل داخل ملعب نادي الزمالك نادي الاهلي عفوا في ايد مي غزال. ادي الكره مره ثانيه اهي ونقطه لصالح نادي الزمالك 19 15. هنا سند ارسال لنادي الزمالك، استقبال من كارينا لدعاء محمد لدعاء الغباشي يا ولد، ولكن كانت في انتظارها لاعيبه نادي الزمالك وكره قويه وخارج الملعب بدون تلامس ونقطه لصالح نادي الاهلي من هنا الحسن و16 19. ارسال للنادي الاهلي دعاء محمد على الارسال، وقت مستقطع للكابتن احمد فتحي، هنشوف تعليماته وتوجيهاته للاعبات. انتهى الوقت المستقطع، الفرقتين داخل ارض الملعب. ارسال للنادي الاهلي دعاء محمد على الارسال للنادي الاهلي 16 19. يلا بنات حوائط الصد والكفر على حوائط الصد. استقبال من ايسن لهنا لفريدة في مركز ثلاثة تطلعها ندى وليد، وبرافو برافو برافو مي غزال، الكرة يعني كانت طالعة من ندى وليد على الشبكة لملكة، ولكن لحقتها مي غزال بحائط صد جيد جدا و17 19. دعاء محمد خارج الملعب هارد لك 20 17. ملكة استقبال من كارينا تطلع يا الشامي تعدي كورة سهلة لملكة لهنا مريم متولي قوية من بين حائط الصد ونقطة لصالح نادي الزمالك 21 17. ملكة ارسال استقبال من كارينا دعاء محمد دعاء الغباشي تاتش في حائط الصد تطلعها مره ثانيه لهنا وتعديها سهله، لكن مستنياها دعاء محمد ثاني كوره لدعاء الغباشي تسقطها حلوه وتنزل ايسن تلحقها، وملكه تاخد الكوره تيجي في دعاء محمد ثاني لدعاء الغباشي تعدي سهله من كارينا لمريم متولي ثاني كوره لمريم متولي في مركز اثنين قويه 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 على ندى وليد وتيجي في ايديها وتنزل داخل الملعب 22 11. كابتن حمدي طبعا الوقت المستقطع مفيش وقت وفي يعني نزيف من النقاط في النادي الاهلي، فبيحاول الكابتن حمدي يلحق هذا
الفقد من النقاط. ملكة ما زالت على الإرسال لنادي الزمالك. استقبال من كارينا مش مظبوط لدعاء محمد. آية الشامي مركز أربعة. يا ولد يا ولد يا الله عليك يا بنت، تطلع تحط كرة قوية من مركز أربعة في منتصف الملعب، ما تلحقهاش ملكة، وبدون حائط صد تاخد بيها نقطة رقم 18 وتاخد دعاء الغباشي الإرسال. استقبال من مريم متولي. ايسل هتعدي سهله من هنا لندى وليد. دعاء محمد سريعه حلوه لمي غزال، لكن برافو طلعها تاني مي غزال لندى وليد لكارينا. تاتش في حائط الصد تلحقها ملكة وتعدي سهله من مريم متولي. ايه الشامي تاني كوره تطلع. يا ولد يا ولد الله عليك يا بنت، الله عليك يا كارينا يا كاسيو، تطلع تحط الكوره تاتش ان داخل الملعب من مركز اربعه لمركز واحد. حاولت عليها ملكة ولكن في الأخير نقطة لصالح نادي الأهلي 19-22. دعاء محمد. استقبال من مريم لداليا المرشدي تعدي سهلة تاني كرة كارينا. يا ولد يا كارينا، لكن لسه في ملعب نادي الزمالك، تيجي فيه اللعبة ملكة وترجع تاني لملعب النادي الأهلي. دعاء لكارينا تاتش فيه حائط الصد وآية الشامي والدعاء الغباشي يعني اتثبتت في الارض و23 19. الكره طبعا عكس اتجاه جسمها تماما. دعاء الغباشي 23 19. ارسال مع نادي الزمالك. سابين حسن عابد. استقبال من ندى وليد. دعاء محمد اعداد خلفي الآية الشامي. تعدي الكره سهله ايه لمريم متولي. مره ثانيه سابين ملكة، وادي الكره مره ثانيه لدعاء تحطها ندى وليد لآية الشامي لمريم متولي. ثاني كره تطلع من ملكة لدعاء محمد. ندى وليد مره ثانيه. آية الشامي قويه المره دي. يا ولد يا ولد يا آية، الله عليك يا بنت، تطلع تحط الكره في ملعب النادي نادي الزمالك من مركز 2 لمركز 5 تاخد بيها النقطة رقم 20. 20-23. إرسال للنادي الأهلي. مي غزال. شايف نهلة سامح. كابتن حمدي بيجهزها. استقبال إعداد من هنا لفريدة. تحطها لكن تطلعها دعاء الغباشي. مرة تانية كارينا لهنا لمريم متولي في مركز أربعة. قوية تاتش أوت في إيد اللاعبة ديانا رايس، والنقطة رقم 24 لنادي الزمالك. 24-20 جيم بوينت للنادي الزمالك. هنا الحسن على الإرسال. استقبال من مي غزال. تعدي الكوره ديانا رئيس. تاني كوره فريده في ايد حائط الصد ندى وليد. دعاء محمد لكارينا في ايد حائط الصد، وتاتش ان داخل الملعب من هنا سند ليفوز نادي الزمالك بالشوط الثاني 25-20. مشاهدينا الكرام، شوطين حتى الان بين الفريقين. شوط اول لصالح النادي الاهلي 25-22، والشوط الثاني لصالح نادي الزمالك 25-20. 1-1 في الاشواط حتى الان، وفي انتظار بداية الشوط الثالث مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا. مشاهدينا من الصالة الدولية لوزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 اكتوبر، واللقاء الثاني في البيست اوف 3 لكأس مصر للسيدات 2022 2023.
بين ناديي أو قطبي الكرة الطائرة المصرية، النادي الأهلي ونادي الزمالك. 1-1 حتى الآن في الأشواط، في انتظار بداية الشوط الثالث. مشاهدينا الكرام، نتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يفوز بهذا الشوط، لي يعني عنده الأفضلية إن شاء الله ليفوز باللقاء. الرسالة هيكون مع نادي الزمالك، مع كارينا أو مع ميلكا. لاعبة نادي الزمالك المحترفة البرازيلية رقم 5. انتظار بداية الشوط الثالث مشاهدينا الكرام، مشاهدي ومتابعي ومحبي قناة النادي الأهلي والنادي الأهلي. إرسال لنادي الزمالك في بداية الشوط الثالث. 1-1 في الأشواط حتى الآن. استقبال من ندى وليد لدعاء محمد، اعداد خلفي لآية الشامي، تطلع كرة تاني من نادي الزمالك ونقطة لصالح النادي الأهلي. 1-0 اعداد مش مظبوط من هنا سند لمريم متولي، وفي الأخير نقطة لصالح النادي الأهلي. مي غزال على الإرسال لنادي الأهلي. استقبال من ايسل لهنا، سريعة لداليا المرشدي لكن تطلع تاني من نادي الاهلي، هتعدي سهلة من ديانا رئيس لايسل لهنا هشام في مركز 4. يا ولد الله عليكي، الله عليكي يا ديانا، انت وآية حائط صد على الشبكة، ضل بالشبكة تماما على مريم متولي، ياخد بيه او تاخد بيه مي غزال والنادي الاهلي النقطة رقم 2 في بداية الشوط الثالث. برافو آية، حاولت تلف مريم متولي على الخط لكن آية كانت مستنيه كوره. مي غزال تاني كوره مريم متولي لايسل لميلكا، تطلع تاني كوره ويا ولا الله، كره حلوه ولكن خارج الملعب بدون تلامس. كابتن حمدي بيقول ان في تاتش واعتراض او كلام من كابتن آية الشامي لكابتن مشيره مفتاح الحكم الاول، اللي هنشوف قرارها هيكون ايه بعد الكرة. وفي الأخير نقطة لنادي الزمالك 1-2. في كلام مع طاولة التسجيل ولكن في الأخير نقطة لصالح النادي نادي الزمالك. هنشوف لسه القرار، استدعت مراقب الخط. كابتن مشيرة، ونقطة لصالح النادي الأهلي، تاتش لمست إيد حائط الصد، وطبعاً مفيش اعتراض من نادي الزمالك، ونقطة وثلاثة لا شيء لصالح النادي الأهلي. مي غزال ما زالت على الإرسال. مي إرسال من مي، استقبال من آيسل لهنا، تطلع داليا المرشدي لكن دفاع جيد من دعاء الغباشي، وكرة محمولة على مي غزال. 1-3 داليا المرشدي على الإرسال. استقبال من ندى وليد، اعداد من دعاء محمد لآية الشامي، تاتش في حائط الصد لكن ميلكا تطلع كرة مرة تانية، تطلع مريم متولي تشوطها، تلحقها ميلكا لفريدة، تطلع هنا الحسن تعدي الكرة، دعاء الغباشي، دعاء محمد سريعة، يا الله الله الله
تطلع حلوه لديانا رايس تحط الكوره من مركز 3 لمركز 5 تاخد بيها النقطه رقم 4. وهنشوف مين على الارسال. اتعملت حلوه من دعاء محمد سريعه لديانا رايس تحطها داخل الملعب في مركز 5 في اخر الملعب. ونقطه وآية الشامي على الارسال للنادي الاهلي. استقبال من ملكة لهنا مريم متولي. الله الله عليك يا ديانا. تطلع حائط صد حلوة قوي قوي قوي. تاتش ان داخل ملعب نادي الزمالك وخمسة واحد لصالح النادي الاهلي. ادي كرة ايه طالعة هي ودعاء محمد تقفل زاوية تماما على مريم متولي تاخد الكرة تاتش ان داخل الملعب ونقطة لصالح النادي الاهلي 5-1. الشامي استقبال من ملكة لهنا لفريدة. برافو ندى. بيطلع لدعاء محمد ترفعها لكارينا لكن الكرة تاني مع النادي الاهلي. فريدة مرة تانية تطلعها آية ولا مين ده دعاء الغباشي وتتلعب حلوة تطلعها ملكة مرة تانية. مريم متولي لدعاء ودعاء ترفعها وتاتش تيجي الكرة في العصا الهوائية حد جانبي الملعب من ديانا رايس وتبقى خارج الملعب ونقطة لصالح نادي الزمالك 2-5. ممدوحة على الإرسال لنادي الزمالك. استقبال من دعاء الغباشي مش مظبوط. ندى وليد كارينا تعدي الكورة لفريدة لهنا. مريم متولي في مركز 4 وخارج الملعب بدون تلامس وبدون تاتش ونقطة لصالح النادي الأهلي 6-2. كارينا أكاسيو استقبال من ملكة هنا فريدة. الله حظ وحش من دعاء محمد. الكرة تيجي تاتش في ايديها وتخرج خارج الملعب ونقطة لصالح نادي الزمالك 3-6. مريم متولي استقبال من دعاء الغباشي لدعاء محمد مرة ثانية دعاء الغباشي لكن استقبال من مايا ممدوح وتحط الكورة لندى وليد لدعاء محمد مرة ثانية ودعاء الغباشي تاتش في حائط الصد تطلعها كارينا لآية الشامي في مركز 2. مريم متولي مرة ثانية وتطلع لملكة في مركز 4 اللي تلعب على التاتش في ايد دعاء محمد و4-6. ما زال الارسال مع نادي الزمالك. دعاء الغباشي من مركز 4 قويه تطلعها مريم متولي لهنا سند لملكه قويه. الله عليك يا ندى مره ثانيه مع دعاء محمد دعاء الغباشي وقويه تطلعها مريم متولي هنا سند ملكه وملكه للمره الثانيه تلعب على التاتش اوت كوره في ايد دعاء محمد وخارج الملعب و5-6. وقت مستقطع للكابتن حمدي الصافي هنشوف تعليماته ايه للاعبات وتنفيذها على ارض الملعب. Thank you.
ارسال مع نادي الزمالك. مريم متولي وخمسة ستة. مريم ارسال، مريم متولي لنادي الزمالك. استقبال من كارينا لدعاء محمد، لدعاء الغباشي تعديها سهله لكن ملكه مستنياها. تاني كوره وتطلع مايا ممدوح تاخد الكوره مره ثانيه النادي الاهلي. ايه الشام تعدي كوره سهله لمريم متولي. ملكه من المركز اربعه قويه، تطش في ايد ديانا رئيس تيجي في الاخير في جسم دعاء الغباشي وتنزل داخل الملعب والنقطه رقم سته والتعادل سته سته. مريم متولي على الارسال. استقبال من دعاء الغباشي مش مظبوط، تحاول عليه دعاء محمد ولكن في الاخير نقطه لصالح نادي الزمالك 7-6. يلا يا بنات، يلا يا بنات، كنا فارقين ومتقدمين بفارق 3 نقاط و4 نقاط. نركز شويه في الملعب، الفيرست بول يا جماعه. مريم متولي خارج الملعب، مش خارج الملعب، ندى وليد، دعاء محمد، دعاء الغباشي في ايد حائط الصد يطلعها مايا ممدوح. فريده، فريده تحط الكوره من مركز 3 لمركز 1 وهيطلب الكابتن حمدي الصافي تغيير. و8 6 لصالح نادي الزمالك. فعلا في تغيير لنادي الاهلي، هنشوف مين اللي هيطلع ومين هينزل. ممكن تطلع ديانا رئيس وممكن يطلع، هنشوف مين التغيير حصل فيه ايه. مريم متولي في الاخير ارسال، استقبال، ما ديانا ما طلعتش لكن ما حصلش تغيير حقيقه. ملكه في ايد حائط الصد تاني مع النادي الزمالك. مريم متولي من المنطقه الخلفيه، برافو ديانا، يعني لحقت الكوره على الاخر. تطلع آية الشامي تحطها سهلة في ملعب نادي الزمالك وتسقطها، وتسقطها ملكة داخل الملعب من جنب ايد شروق وجنب ايد ديانا رئيس، تنزل في مركز 3 ونقطة لصالح نادي الزمالك 9-6. هي حاولت آية الشامي تلحق الكورة ولكن هارد لك. متولي ارسال لنادي الزمالك، استقبال من كارينا لآية الشامي، حائط صد سنجل بلوك لفريده العسقلاني، تاتش ان داخل ملعب النادي الاهلي و10 6. مريم متولي ارسال، استقبال من كارينا لشروق ودعاء تطلع تحطها داخل الملعب لكن ايسل تطلع الكوره لمريم متولي. ملكه تعديها سهله، ديانا مره ثانيه لديانا وخارج الملعب من ديانا بدون تلامس لحائط الصد و11 6. استقبال، اعداد من شروق ويا ولد يا دعاء لكن مره ثانيه وتعديها سهله تلحقها ندى وليد وحلوه قويه وتلحقها سابين او معد ليبرو الفريق. مره ثانيه لنادي الزمالك، ملكه قويه، كارينا لايه، كارينا تعديها سهله، هنا
فريدة، لكن شروق مستنياها. تاني كورة لنادي الزمالك، هنا ترفعها الملكة في مركز أربعة، قوية في تحت الصد، وتطلع مرة تانية لدعاء الغباشي على مركز أربعة، استقبال وتاني كرة مع ندى وليد لشروق منطقة الخلفية، ولكن المرة التانية سنجل بلوك لفريد العسقلاني وتاتش إن و12 6. كتير قوي الفارق يا جماعة، نركز شوية، النادي الأهلي يركز شوية، حاسس إن فيه يعني شوية عدم تركيز كده في الملعب. مريم متولي استقبال من نادي وليد، دعاء محمد وتطلع على طول تحطها، لكن ترجع تاني ملعب النادي الاهلي من ايسل مره تانيه. ديانا تطلعها مايا شوقي او مايا ممدوح لديانا، تطلع خارج الملعب من دعاء الغباشي بدون تلامس لحائط الصد، و13 6. وقت مستقطع لكابتن حمدي صافي. متولي استقبال من كارينا، دعاء محمد تعدي كورة، مريم متولي مرة تانية، هنا لملكة في مركز أربعة في حائط الصد، لكن لسه ونقطة لصالح نادي الزمالك، وفي اعتراض من نادي الزمالك على الكورة بتاعت ايسل، بيقولوا ان الكورة مزدوجة وفي كارت اصفر لأحد لاعبات، هنشوف مين اعتقد دعاء الغباشي ولا مين. كلها كره متشاله، ادي كره مره تانية اهي ما شفناهاش في العاده. كلنا ركزنا على ان الكوره خطا وسبناها وما ركزناش في الكوره اللي رجع لنا مره تانية. 7 14 يعود الارسال للنادي الاهلي، يلا بنات. ديانا رايس، 7 النادي الاهلي 14 نادي الزمالك. ارسال من ديانا، مريم متولي، ايسل ملكة تعدي كرة سهلة تلحقها دعاء محمد، تطلع دعاء الغباشي على طول، يا ولد الله عليك يا دعاء، تطلع تحط كرة حلوة برست ايد يعني اكثر من رائع، لب كده في اخر الملعب في مركز ستة، تاخد بيها نقطة رقم 8 للنادي الاهلي. 8 14 ديانا رايس على الارسال في الشبكة، 15 8. فريد العسقلاني على الارسال، ونقطة مباشرة واسم الارسال على دعاء الغباشي، تاتش اوت و16 8. تغيير
لنادي الأهلي. زينة العالمي نازلة مكان كارينا أكاسيو. وفريدة إرسال لنادي الزمالك. استقبال مش مظبوط من زينة لنادى وليد. دعاء الغباشي خارج الملعب ونقطة لصالح نادي الزمالك. 17-8. فريد العسقلاني ونقطة تانية مباشرة من الإرسال لفريدة. و 18-8 فرق كبير قوي يا بنات، نشد حيلنا شوية. فريدة ما زالت على الإرسال لنادي الزمالك. استقبال من زينة لدعاء محمد ودعاء الغباشي، لكن مستنيها فريدة. هنا مريم متولي، تاني كرة زينة العالمي لدعاء محمد ودعاء الغباشي في مركز أربعة تسقطها، ولكن يلحقوها لاعبات نادي الزمالك مرة تانية. نادى وليد، دعاء الغباشي في مركز أربعة، وتاتش إن داخل الملعب ونقطة لصالح النادي الأهلي. كرة تيجي في إيد هنا سند وتنزل داخل الملعب ونقطة وتسعة 18. الكرة جت في ايد داليا المرشدي ونزلت داخل الملعب. ودعاء محمد على الارسال للنادي الاهلي. استقبال من مريم متولي لهنا. مايا ممدوح وقوية داخل الملعب، داخل الملعب. 19-9. هنا سند على الارسال. استقبال من زينة العالمي، دعاء لدعاء الغباشي في مركز اثنين. تاني كرة مع نادي الزمالك. مايا ممدوح وتطلع تلف كرة بريست ايديها من جنب ايد حارس الصد ايا خالد، واعتقد دعاء الغباشي، ونقطة لصالح نادي الزمالك. 20-9. هنا سند ارسال لنادي الزمالك. خارج الملعب ونقطة لصالح النادي الأهلي. 10-20. دعاء الغباشي على الإرسال للنادي الأهلي. يلا دعاء. استقبال من مريم متولي لهنا سند وتطلع مايا ممدوح تحط كرة قوية تاتش إن داخل الملعب. و 21-10. صد مفتوح او مشروخ من ايا خالد واعتقد دعاء الغباشي. ملكة ارسال. استقبال من دعاء الغباشي مش مظبوط وتطلع داليا المرشدي، ولكن كره محموله على داليا المرشدي ونقطه للنادي الاهلي. 11-21. مي غزال على الارسال للنادي الاهلي. يلا يا مي. استقبال من ايسل لهنا، اعداد خلفي تساقط الكره، لكن حائط صد جيد من نادي الاهلي من مي امين زينة العالمي. تاني كره ديانا تطلعها وتطلع مريم متولي تشوطها من مركز ثلاثه تلف ريست ايديها في مركز خمسه ما تلحقهاش مي غزال. و 22-11. إرسال لنادي الزمالك
نزل سابين حسن عابد على الإرسال مكان داليا المرشدي. استقبال من نادي الأهلي. آية خالد قوية في إيد حائط الصد. مريم متولي تطشئين داخل ملعب النادي الأهلي و23 11. سابين حسن عابد إرسال للزمالك. استقبال من زينة العالمي لدعاء محمد. لزينة العالمي من مركز أربعة. يا ولد الله عليك يا زينة، تطلع تحط الكورة من مركز أربعة لمركز ستة من جنب إيد حائط الصد، تاخد بيها نقطة رقم 12 و12 23. وآية خالد على الإرسال لاعبة النادي الأهلي لاعبة مركز اتنين. برافو زينة. آية خالد إرسال. استقبال من ملكة لهنا هشام. مايا ممدوح قوية تطلعها يا خالد لندى وليد، تطلع من منطقة خلفية دعاء الغباشي. تاني ملكة لهنا فريدة، تعدي كرة سهلة ترجع تاني لنادي الزمالك من ديانا. إعداد في مركز اتنين مايا ممدوح قوية، ما لحقتش تطلع ديانا رايس تيجي فيها وتخرج خارج الملعب. و24 12 جيم بوينت لنادي الزمالك. 25 او 24 12. مايا ممدوح على الارسال لنادي الزمالك. استقبال من زينه العالمي لدعاء محمد. لزينه مره ثانيه في مركز اربعه في ايد حائط الصد. تاتش ان ليفوز نادي الزمالك بالشوط الثالث بنتيجه 25 12. اذا شوط اول لصالح النادي الاهلي 25 22، وشوطين ثاني وثالث لنادي الزمالك 25 20 و25 12. مشاهدينا الكرام، في انتظار بدايه الشوط الرابع انتظرونا لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، في بداية الشوط الرابع إن شاء الله نتمنى أن الأهلي يعني يعوض الشوط الثالث بطريقة جيدة، لأن فعلا يعني شوط للنسيان. عايزين نبدأ الشوط الرابع في البداية بدون يعني نكسب الشوط، يبقى عندنا فرصة للشوط الخامس عشان نحاول نلحق يكون في ماتش فاصل إن شاء الله يوم الخميس القادم. بطولة رقم 38 لكأس مصر. ايوه يا ريس معلش. مباراة يعني حقيقة صعبة جدا على الفرقتين، ولكن شوط كان أصعب على النادي الأهلي الشوط الثالث. الإرسال مع نادي الأهلي. شايف نهلة سامح نزلت على الإرسال، كابتن فريق النادي الأهلي. من البداية إن شاء الله بناتنا يقدروا إن هم ينهوا الشوط لصالحهم. في 2-1 شوط في المباراة الثانية من البيست أوف 3 لكأس مصر للسيدات 2022-2023. نهلة سامح في انتظار إشارة الكابتن مشيرة لبدء اللقاء. وادي الكابتن حمد الصافي بيتكلم مع نهلة، بيقول لها وجه الإرسال على مين. تعليمات. استقبال من أيسل لهنا سند. مايا ممدوح تطلع من دعاء محمد لندى وليد، ترجع تاني لنادي الزمالك. مايا ممدوح مرة تانية ندى وليد. برافو يا ندى. لدعاء محمد لكارينا في إيد حائط الصد، تطلعها ملكة مرة تانية وتطلع مريم متولي في إيد حائط الصد، لكن لسه في الملعب. مريم متولي مرة تانية وفي الشبكة من مريم متولي، والنقطة الأولى لصالح النادي الأهلي في الشوط الرابع. نهلة سامح على الإرسال للنادي الأهلي. نهلة
استقبال من ميلكا لهانا سند مايا شوقي مايا ممدوح عفوا تطلع الكوره تاني كوره مريم متولي ندى وليد برافو يا ندى تطلع الكوره مره ثانيه للنادي الاهلي ده تعديها كارينا لهنا وتطلع مع داليا المرشدي تطلعها مره ثانيه النادي الاهلي نهله سامح ولكن يعني كوره ما تعديش وتطلع حائط صد كده تلمس بس الكوره يا دوب داليا المرشدي وتنزل داخل ملعب نادي الاهلي ونقطه لصالح نادي الزمالك 1-1 حتى الان داليا المرشدي ارسال لنادي الزمالك استقبال من نهله سامح دعاء محمد سريعه من دعاء الغباشي تاتش ان داخل الملعب برافو دي مي غزال تحط الكوره تاخد النقطه رقم 2 وتاخد الارسال مي غزال لنادي الاهلي على الارسال يلا مي استقبال من مريم متولي لهنا تطلعها تسقطها فريده لكن لسه في ملعب النادي الاهلي تطلعها نهله سامح لملعب نادي الزمالك مره ثانيه هنا لفريده تاني دعاء محمد مي غزال ترفعها لايه الشامي قويه من ايه تلحقها ايسل هنا سند وتطلع ملكة تشوطها لكن استقبال جيد من نهله سامح مره ثانيه وتطلع كارينا تحط الكوره في ايد حائط الصد وتاتش ان داخل ملعب النادي الاهلي واثنين اثنين يعود الارسال لنادي الزمالك مايا ممدوح ارسال استقبال وتعديها ديانا رئيس تلحقها ايسل تعدي الكوره مره ثانيه لملعب نادي الاهلي دعاء محمد وتطلع تحطها كارينا قويه لكن ترجع تاني على الشبكه وحائط صد وارسال تاني نهله سامح دعاء محمد تعلق الكوره ولكن يعني علقتها على سنه لديانا رئيس ما تلحقهاش وحاولت عليها ندى وليد وفي الاخير نقطه لنادي الزمالك 3-2 ومايا ممدوح على الارسال لاعيبه الزمالك رقم 10 وايضا كره محموله على دعاء محمد حتى لو كانت لحقتها ديانا رايس. استقبال نهله ونقطه مباشره واسم الارسال على نهله شوقي او نهله سامح من مايا ممدوح و4-2 والارسال ما زال مع مايا ممدوح. استقبال مرة تانية من نهلة مش مظبوط تعدي ملعب نادي الزمالك ايسل مايا ممدوح استقبال مرة تانية حلو من نهلة المرة دي لكارينا تسقط الكرة حلو داخل الملعب ما تلحقهاش مريم متولي ونقطة لصالح النادي الاهلي وآية الشامي على الارسال وتلاتة اربعة يلا آية يلا يا جماعة يلا بنات نركز شوية في الملعب استقبال من ملكة فريدة تيجي في ايد آية الشامي وتخرج خارج الملعب ونقطة لصالح نادي الزمالك 5-2 مريم متولي على الإرسال استقبال من نهله سامح دعاء محمد اعداد خلفي ليه ديانا رايس تحط الكره تاتش ان داخل ملعب نادي الزمالك و 4-5 ارسال للنادي الاهلي نهله سامح
لا ده دي كارينا وتسقط الكوره هنا سند من جنب ايد ديانا رايس، يعني سهله قوي ما كانتش مركزه عليها على الكوره، وفي الاخير نقطه لصالح نادي الزمالك 6-4. فريد العسقلاني راح صد جاء يعني حاول تسقطها ديانا رايس، تيجي في حائط الصد هنا سند وتنزل داخل ملعب النادي الاهلي. ندى وليد، دعاء محمد، نهله سامح قويه تلحقها فريده لهنا ترفعها في منطقه خلفيه لمايا ممدوح، تاني كره مع النادي الاهلي، وكارينا كارينا الله عليك يا كارينا تطلع تحط كره من المنطقه الخلفيه داخل ملعب نادي الزمالك بين مركز واحد ومركز سته، تيجي في ايد مريم متولي وتنزل ونقطه، ودخلوا على بعض هي ومايا ممدوح ونقطه لصالح نادي الاهلي 5-6. ديانا رايس استقبال من مريم متولي لهنا داليا المرشدي، لكن تطلعها ديانا رايس مره ثانيه، وكارينا للمره الثانيه، لكن المره دي مريم مستنياها وتطلع تلفها داليا المرشدي من مركز ثلاثه من جنب مي غزال، تنزل في الملعب نادي الاهلي ونقطه رقم سبعه وسبعه خمسه. هنا سند معد فريق نادي الزمالك ارسال استقبال من كارينا، تاني كوره وتعدي سهله من داليا المرشدي على لاعيبه النادي الاهلي وتاتش داخل الملعب ونقطه وثمانيه خمسه. صعبه الكوره، مي غزال حاولت معاها الحقيقه لكن ما لحقتش كوره من حائط صد بين الاثنين، عاولت تسقطها مي غزال لكن مستنيها وعينيها على الكوره صح داليا المرشدي. 8 5 هنا سند ارسال استقبال من نهله سامح مش مظبوط وتاتش اوت ونقطه 9 5. هنا لنهله تعدي الكره ديانا رايس استقبال من هنا سند لايسل ترفعها في المنطقه الخلفيه لمريم متولي قويه حاولت عليها اللاعبه كارينا اكاسي ولكن ما تلحقهاش ونقطه لصالح نادي الزمالك 10 5. هنا سند ارسال لنادي الزمالك استقبال من آية تطلع تشوطها مي غزال لكن حائط صد جيد مرة تانية من ملكة وتطلع تسقطها داليا المرشدي في ملعب النادي الأهلي ونقطة لصالح نادي الزمالك 11 5. نفس سيناريو مباراة أمس بيتكرر قدامنا، يعني ان شاء الله يحاول النادي الاهلي يبقى في حماس اكتر من كده. استقبال من دعاء الغباشي تاخدها مره ثانيه، دعاء تعديها سهله الملكه لهنا سند، مايا ممدوح قويه لكن تلحقها دعاء محمد، ثاني هنا اعداد خلفي لمايا ممدوح مره ثانيه، كارينا اكاسيو، دعاء لدعاء الغباشي في مركز اربعه تاتش ان داخل الملعب ونقطه لصالح النادي الاهلي 6 11. لسه بدري قوي في الشوط يا جماعه، لسه بدري قوي في الشوط والله. نركز بس شويه في الكره الاولى ونركز شويه على الشبكه. نقدر ان شاء الله نفوز بالشوط ده. دعاء محمد. استقبال من مريم متولي لهنا. ترفعها لداليا المرشدي تلحقها ندى وليد، دعاء محمد لدعاء الغباشي في مركز اربعه تاتش في ايد حائط الصد وحاولوا عليها لاعيبه نادي الزمالك الحقيقه، ولكن في الاخير نقطه لصالح النادي الاهلي و7 11. يلا بنات الفارق عمال يقل ان شاء الله خير. دعاء محمد ارسال
استقبال من ايسل مش مظبوط لهنا، ميلكا تعدي الكوره تطلعها كارينا، تاني الكوره لدعاء غباشي في مركز اربعه، حلوه حلوه يا دعاء، الله عليك يا بنت، تلعب على التاتش ان داخل الملعب من بين ايد حائط الصد و8 11. يلا كده علوا صوتنا شويه، الكره تيجي في ايد داليا المرشدي اعتقد وتنزل داخل الملعب. وقت مستقطع للكابتن احمد فتحي. دعاء محمد على الارسال لنادي الاهلي. وشايف اي خالد نزلت، كابتن حمدي بيعلي للشبكه. تاني كوره استقبال هنا، ملكة خارج الملعب ونقطه لصالح النادي الاهلي 9 11. قلل الفرق لنقطتين بعد ما كان خمس نقاط. دعاء محمد استقبال من ايسل، هنا قويه من مايا ممدوح، ايا خالد، والكره خارج الملعب من دعاء الغباشي، ما كلموش بعض الاثنين فعشان كده الكره لعبتها ايا وكان احسن وافضل ليها دعاء الغباشي. مفيش مشكله 12 9 نلعب، ما نخليش الفرق يتسع، نقلل الفارق. وملك على الارسال لنادي الزمالك، استقبال من كارينا، ايا الشامي تاتش في ايد حائط الصد يطلعها ايسل لهنا، وهنا ترفعها لي مريم متولي داخل ملعب النادي الاهلي و13 9. ميلكا المحترفة البرازيلية في صفوف نادي الزمالك على الإرسال، الكابتن حمدي الصافي طلب الوقت المستقطع. انتهى الوقت المستقطع والارسال مع نادي الزمالك مع ميلكا اللاعبه البرازيليه المحترفه في صفوف نادي الزمالك، والنتيجه 13 9 في الشوط الرابع و2 1 في الاشواط لصالح نادي الزمالك. ميلكا استقبال من ندى وليد لدعاء محمد لايا خالد، لكن ترجع ثاني ندى وليد، ايا الشامي تعديها سهله، استقبال من داليا المرشدي هتعدي سهله للنادي الاهلي، ودعاء لآية خالد، ولكن كرة محمولة على دعاء محمد للمرة الثانية وفي اعتراض على القرار، وآية بتتكلم مع كابتن مشيرة تقول لها يعني الكرة لعبتها بصوابعها، ولكن كابتن مشيرة بتقول لها ان الكرة محمولة. في الأخير نقطة لنادي الزمالك 14 9. ميلكا ارسال، ندى وليد استقبال، دعاء محمد قويه من دعاء الغباشي، ايا الشامي لدعاء محمد مره ثانيه، لايا الشامي في مركز اربعه قويه في حائط الصد، ميلكا ولكن الكوره مش مظبوطه وتحاول عليها هنا سند، وفي الاخير تخرج خارج الملعب ونقطه لصالح النادي الاهلي 10 14. دعاء
الغباشي، استقبال من مريم متولي لهنا لداليا المرشدي، لكن لسه في الملعب. تاني هنا لدعاء مرة تانية، أو لداليا المرشدي مرة تانية، دعاء الغباشي لآية الشامي تعديها، أيسن هنا لمايا ممدوح، تسقط الكورة من جنب إيد كارينا أكاسيو، تنزل داخل الملعب في مركز أربعة تحت الشبكة على طول. حقيقة ما لحقتهاش ندى وليد، ونقطة لصالح نادي الزمالك 15-10. إرسال نادي الزمالك، سابين حسن عابد، نادى وليد استقبال، دعاء محمد، قوية من كارينا في إيد سابين وتيجي في الشبكة، ونقطة لصالح النادي الأهلي 11-15. آية خالد على الإرسال لنادي الأهلي، يلا يا آية. استقبال من ملكة مش مظبوط لفريدة، تعديها مريم سهلة، تاني كرة مع دعاء محمد لكارينا في إيد حائط الصد وخارج الملعب، تاتش أوت، ونقطة لصالح النادي الأهلي و12-15. يلا يا آية، لعبة رقم 16 للنادي الأهلي. استقبال من مريم متولي لهنا لفريدة، تعديها سهلة، ترجع تاني لأيسل لهنا مرة تانية، وفريدة للمرة التانية، وتاتش في إيد حائط الصد كارينا وما تلحقهاش دعاء الغباشي، ونقطة لصالح نادي الزمالك 16-12. مايا ممدوح على الإرسال لنادي الزمالك، استقبال من كارينا، دعاء محمد لآية تشوطها تيجي في سن الشبكة وتعدي لفريدة، يطلعها مايا ممدوح وتطلع مريم متولي، ولكن حائط صد من كارينا على مريم متولي، تاتش إن داخل ملعب نادي الزمالك، ونقطة لصالح النادي الأهلي 13-6. ده حائط صد لكارينا حلو قوي على الشبكة. هايسل نديم هنا لملكة قوية، لكن برافو ندى، تاني كورة مع مريم متولي لهنا، وتطلع فريدة تحط الكورة تيجي في إيد آية الشامي، لكن برافو تلحقها دعاء الغباشي، تاني كورة ملكة قوية في إيد حائط الصد وخارج الملعب من دعاء محمد و17-13. مريم متولي على الإرسال لنادي الزمالك، استقبال من كارينا لدعاء لكارينا مرة تانية في مركز أربعة قوية، لكن مايا ممدوح تلحقها لمريم متولي، هتعديها أيسل سهلة، يلا يا بنات، دعاء الغباشي، دعاء محمد ليه ديانا يا ولد، الله عليك يا ديانا، تطلع تحط الكرة من مركز اتنين بحنجلة كده برجل واحدة داخل الملعب في مركز اتنين المقابل، تاخد بيه النقطة رقم 14. ادي الكرة اهي حلوة قوي، ونقطة لصالح نادي الأهلي. كارينا أكاسيو على الإرسال للنادي الأهلي، و14-17 لسه شوط في الملعب يا بنات. مريم متولي هنا، فريدة العسقلاني تطلعها آية الشامي لدعاء لكارينا من منطقة خلفية، ولكن حائط صد من فريدة وملكة، تاتش إن داخل ملعب نادي الأهلي و18-14 في الشوط الرابع. كرة في إيد ملكة وتنزل تاتش إن داخل الملعب، حاولت عليها ندى، ولكن هارد لك يا ندى. فريد العسقلاني ارسال، استقبال من كارينا لدعاء محمد،
دعاء الغباشي تاتش في انحاء الصدر مره ثانيه، كارينا تطلع من المنطقه الخلفيه لمريم متولي، هنا لملكة قويه تاتش ان تلمس في كارينا ملكة وهي خارجه، ونقطه لصالح نادي الاهلي 16 او 15 18. تغييرين في ملعب النادي الاهلي، مريم ثروت شايفها هتنزل او نزلت يعني، خلاص التغيير حصل. مريم ثروت على الارسال، معد الفريق الثاني خارج الملعب من مريم، ونقطه لصالح نادي الزمالك 19 15. ارسال لنادي الزمالك، هنا سند على الارسال، استقبال من ايه لمريم لدعاء محمد لايه او لدعاء الغباشي، وتخرج خارج الملعب و20 15. وقت مستقطع للكابتن حمدي الصافي. انتهى الوقت المستقطع، الفرقتين داخل ارض الملعب، ارسال مع هنا سند، ما زال مع هنا سند لنادي الزمالك، استقبال من دعاء الغباشي لدعاء محمد لآية الشامي، المنطقة الخلفية تعديها سهلة، هنا وتطلع يا تطلع داليا المرشدي، مرة تانية دعاء الغباشي قوية قوية، ولكن حائط صد من داليا المرشدي ومايا ممدوح على دعاء الغباشي، تاتش ان داخل ملعب النادي الأهلي، و21 الزمالك 15 النادي الأهلي. هنا سند ما زالت على الإرسال، استقبال من آية من دعاء الغباشي عفوا، تاني كورة في ايد حائط الصد، ترجع تاني لدعاء محمد، دعاء الغباشي قوية تاتش وفي ايد داليا المرشدي وما تلحقهاش، ونقطة لصالح النادي الأهلي 16 21. 4 نقاط أو 5 نقاط فارق في هذا الشوط، ودعاء محمد على الإرسال. استقبال من ايسل لهنا، تعديها داليا المرشدي سهله، برافو ندى وليد، وتطلع داليا المرشدي تشوطها قويه، تيجي في ايد دعاء محمد، لكن هترجع تاني من كارينا لندى وليد، ترجعها داخل ملعب نادي الزمالك، ايسل هنا وكره في مركز 4 قويه قويه من مايا ممدوح داخل ملعب النادي الاهلي، و22 16. ملكة ندى وليد، استقبال دعاء محمد، آية الشامي قوية، برافو آية، لكن ايسل مستنية كورة سهلة للنادي الأهلي، آية الشامي دعاء محمد، إعداد خلفي لدعاء الغباشي سهلة سهلة لمايا ممدوح، تاني كورة ملكة، برافو ندى وليد، استقبال جيد من ندى وليد، دعاء لآية الشامي، تاني كورة إعداد خلفي لمايا ممدوح، وتلف الكورة من جنب إيد حائط الصد، تنزل داخل الملعب تاتش أوت في إيد دعاء الغباشي، ونقطة رقم 23 للنادي الأهلي.
كرة مباشرة واسم الإرسال و24-16. ماتش بوينت. نقطة المباراة لصالح نادي الزمالك. ميلكا ارسال، استقبال من كارينا، دعاء محمد وتطلع تحط الكره. ايه خالد، تاني كره مع نادي الزمالك. مايا ممدوح تخلص الشوط وتخلص المباراه ويفوز نادي الزمالك بكاس مصر 2022-2023 النسخه رقم 38. هارد لك للنادي الاهلي، حظ اوفر في المباريات القادمه. مبروك لنادي الزمالك. مشاهدينا الكرام، سعدت بصحبتكم وكان معكم معلقكم الرياضي حمد السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.